من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إعطاء الأولوية لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية بحلول واقعية عاجلة من خلال استغلال المياه المستعملة بشكل كاف في الشمال والجنوب. الرئيس دعا إلى وضع خطة لربط السدود فيما بينها لتفادي ندرة المياه في البلاد، خصوصا أمام شح الأمطار، وكذا البحث عن مصادر متجددة تضاف إلى المخزون الاحتياطي، مؤكدا بأن الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية، مضيفا بأنه أمر بإدخال إصلاح عميق في أنماط حوكمة المياه يشمل وضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه ومحاربة التبذير والاستغلال العشوائي للعوامل الملوثة لهذه المادة الحيوية في حياة الإنسان.